ما حكم آنية الكفار؟ هذه مسألة من أخرى من مسائل الآنية. مبتعثون يذهبون إلى الخارج، يدخلون في مطاعم، ناس يسافرون في أعمال، في تجارات، في علاج، وناس يجاورون كفار يأكلون في آنيتهم، سواء كانت آنية منازل أو مطاعم أو نحو ذلك. فما حكم الأكل في آنية الكفار؟ يعني لو كانت مادتها مباحة، فما حكم الأكل فيها؟ لآنية الكفار أحوال: أولا أن يتيقن نجاستها، فإن استعمالها محرم حتى يطهرها، فلو كان فيها بقية خمر أو لحم خنزير أو دهنه وشحمه فإنه لا يجوز استعمالها حتى تغسل وتطهر. قد يلعقها كلب، آنية الكفار كثيرا ما تلعقها الكلاب، فلا بد أن تطهر قبل استعمالها. إذن قد يطبخون فيها نجاسة، خنزير أو فيها شيء محرم، خمر قد تلعقها الكلاب، فلا بد من تطهيرها قبل استعمالها. ثانيا أن نعلم ونتيقن طهارتها، مثل آنية المطاعم التي يجعل فيها الطعام ويغلف ويعبأ لأخذه خارج المطعم، فإن غالب هذه الظروف التي توضع فيها الأطعمة وتغلف لأخذها خارج المطعم كما يقول بعضهم بالعامية سفري، وبالإنجليزية تيك أوي، فإن هذه الظروف التي تجعل فيها الأطعمة من البلاستيك أو الفلين أو غير ذلك نعلم طهارتها، لأنها تستعمل المرة الأولى، جديدة استعمل المرة الأولى. صحن بلاستيك، صحن فلين، صحن قصدير يستعمل مرة ويجعل فيه الطعام وهو جديد هذا الإناء، فنعلم أنه لم يستعمل قبل ذلك. فإذا علمنا يقينا طهارتها فلا حرج في استعمالها واستخدامها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن تيقن طهارة أوانيهم وثيابهم فلا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم، ولا نعلم فيه خلافا. المجموع للنووي. ثالثا أن لا يعلم طهارتها ولا نجاستها، فما حكم استعمالها؟ الآن أخذنا إناء منهم، أعطونا إناء، سكبوا لنا في إناء لا نعلم طهارته من نجاسته، فما حكم استعماله؟ ذهب بعض العلماء إلى كراهة استعمال آنيتهم في هذه الحالة. الآن عندنا شبهة، الأصل في الأشياء الطهارة نعم، لكن هذه آنية كفار لا يؤمن من استعمالهم لها في نجاسة أو أمر محرم، فلذلك قامت الشبهة. واستدل هؤلاء الكارهون لاستعمالها بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في أوانيهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على كراهة استعمالها إلا إذا لم يجد غيرها، فإنه يغسلها ويستعملها، ولا تزول الكراهة إلا بهذين الأمرين معا. قال ابن حجر رحمه الله: ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد غيرها، والثاني غسلها. فتح الباري.
وذهب جمهور العلماء إلى جواز استعمال آنية الكفار، لأن الأصل في الأواني الطهارة سواء استعملها المسلم أو الكتابي أو المجوسي أو غيرهم، ويدل على ذلك أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب أي ذبائحهم، ومن المعلوم أنهم يأتون بها إلينا أحيانا مطبوخة أو موضوعة في أوانيهم، فدل ذلك على جواز استعمالها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، والمزادة وعاء من جلد يوضع فيه الماء. ثالثا، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. رواه أبو داود وصححه النووي والألباني. فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال آنية الكفار. إذا علمنا النجاسة انتهينا، ما يجوز. لكن إذا ما علمنا، ذكرنا أولا إذا علمنا النجاسة، وثانيا إذا علمنا الطهارة، وثالثا إذا جهلنا الحال. طيب، حديث أبي ثعلب الخشني قال: أهل العلم يحمل على قوم يطبخون في آنيتهم لحم الخنزير ويشربون بها الخمر في العادة، ففي هذه الحالة يكره استعمالها إلا إذا لم يجد غيرها. يعني هذه في حالة إن نحن ما قطعنا، هم عادة يستعملون خمر وخنزير في الآنية، نحن ما قطعنا. لو قطعنا انتهت القضية. لو نعلم يقينا أن هذا في خمر أو خنزير ما يجوز لنا أن نستعمله حتى نطهره، لكن ما نعلم. طيب، الحديث يقول أننا إذا وجدنا غيرها استعملنا غيرها، وإذا ما وجدنا إلا هي نغسلها ونستعملها. فإذا الكراهة في استعمالها إذا لم يعلم الحال، الكراهة في استعمالها إلا إذا ما وجدنا غيرها نغسلها ونستعملها. والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود رحمه الله من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة، يعني هذا عادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. إن وجدتم غيرها نستعمل هذا الغير، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. هذا حديث رواه أبو داود أصله في الصحيحين. قال الخطابي رحمه الله: الرحض الغسل. والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. هكذا في عون المعبود شرح أبي داود. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، يعني في ذلك الغير، وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور الفقهاء، يعني يستحب التنزه عن هذه الأواني ويكره استعمالها حتى مع غسلها، إلا عند عدم وجود غيرها فتزول الكراهة ونغسلها ونستعملها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها. يعني لو واحد قال: طيب وجدنا غيرها، ما المانع أن نستعمل آنية المشركين بعد الغسل؟ كأنه لا يريدنا أن نلابسهم ولا أن نخالطهم وأن نتباعد عنهم وعن حاجاتهم، وأن المشرك نجاسة معنوية وعنده نجاسة حسية، فإذا ما نستعمل آنيتهم إلا عند الحاجة، وإذا استعملناها نغسلها قبل الاستعمال.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: كثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، فإننا نغسلها ونأكل فيها، وهذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والحاصل أن أواني المشركين طاهرة عموما إلا إذا علمنا النجاسة يقينا، وتبقى في آنيتهم المستعملة الشبهة لأنهم عادة يستعملونها في نجاسات أو محرمات. وحديث أبي ثعلب الخشني محمول على أواني من كثر منهم استعمال النجاسة كطهي لحم الخنزير وشرب الخمر. طيب، لو قاموا هم بغسلها ما حكم استعمالها؟ هؤلاء المسلمين الكثيرين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار اليوم مع سهولة المواصلات وكثرة الأسفار والترويجات السياحية والبعثات الدراسية والرحلات العلاجية والاجتماعات في الأعمال في مجال المال والأعمال، يذهبون إلى الخارج يدخلون مطاعم الكفار. مطاعم الكفار فيها آنية، الآنية هي آنية كفار، الكلام ينطبق عليها. عرفنا قضية الأواني أو الظروف هذه التي لا تستعمل إلا مرة واحدة وتستعمل جديدة، لكن هذه الأواني التي تستعمل مرارا وتكرارا من الصحون والملاعق والسكاكين وغيرها، ما حكم الذين يدخلون المطاعم هذه ويأكلون فيها من المسلمين؟ نحن إذا علمنا أنها تغسل، يوجد في المطاعم غسالات ومشهور الآن في الأجهزة غاسلات الصحون، مكاين غسل الأواني، فإذا كانت تغسل غسلا حقيقيا انتهينا، فإنه سواء غسلها المسلم أو غسلها الكافر أو غسلتها الآلة، فالعبرة هي بماذا؟ بغسلها. فإذا حصل الغسل جاز الأكل والاستعمال لهذه الآنية. هذا سؤال يرد كثيرا جدا، فسواء قام المسلم بغسلها أو الكافر أو الآلة، إذا حصل المقصود جاز الاستعمال. طيب لو واحد قال له بس رش بسيط، نقول لا لا، غسل غسل يعني فرحضوها، الحديث فرحضوها، اغسلوها غسلا كاملا